الو، انت نديم؟ ايوه انا. انت مين؟ مش لازم تعرف، بس اللي مهم تعرفه ان ابنك عندنا، ولو عايزه يرجع لك تاني لازم تدفع 5 مليون جنيه، يا كده يا مش هتشوفه تاني. هدفع هدفع، صدقني هدفع، بس رجعولي ابني. مين دول يا نديم؟ ابني عندهم؟ مين؟ رد عليا قول لي. استني بقى، طالما هتيجي معانا دغري ومن غير دوشه ولا شوشره، ابنك هيبات في حضنك بعد ما تسلمنا الفلوس، ووعاك تبلغ البوليس. بعدين تفقده؟ لا لا لا، بوليس ايه؟ والله ما هبلغ البوليس، انا ابني عندي اغلى من اي حاجه في الدنيا. خلاص، بكره جهز المطلوب، وعلى اخر النهار اكلمك نحدد ميعاد التسليم. حاضر حاضر، انا تحت امركم، وصدقني انا كلمتي واحده. الله عليك يا شنواني، ربنا يخليك لي يا اخويا. بقول لك ايه، تلاقيهم دلوقتي بيتسووا على الجنبين وهينفذوا كل اللي احنا عاوزينه، ولا ايه؟ امال ايه؟ اي خدمه هنعملها. بس انا عاتبه عليك يا شنواني، انت ما قلتليش على ميعاد العمليه. انا كنت عايز اعملها لك مفاجاه مش اكتر، وبعدين دي اسرار شغل محدش لازم يعرف بيه. حد من يا اخويا، ده انا صاحبه الموضوع. ولو انت ليك النتيجه، انما الطريقه والتوقيت والحاجات دي حاجه تخصنا انا. وبعدين ده انا اللي عاتب عليكي، انت ازاي الحكايه يبقى فيها مساومه على مبالغ كبيره كده وما تقوليليش؟ ها، انت مالك يا اخي؟ طالما توقيت العمليه بتاعك ويخصك لوحدك، يبقى انا المساومات والحاجات دي بتاعتي لوحدي، ما حدش يدعوا بيه. ادفع لهم يا نديم، انت معاك فلوس كتير. ما انت شايفاني بجر معاهم ناعم اهو علشان ما يأذوش الولد. يعني ايه؟ انت بتسيرهم ولا هتدفع لهم بجد؟ يا ستي هدفع، والله هدفع، بس حسنا لما يكلمني بكره وفصله يمكن يقبل باقل. انت مستخسر في منك 5 مليون جنيه؟ يا حنان انا مش مستخسر، افهمي، 5 مليون دول مبلغ مش شويه. ناس بتموت وتحيا علشان تتحصل على ربعه طول عمرها. وابنك ما يساويش عندك؟ يا حنان بقول حفصله حفصله يمكن يقبل. وافرض ما فقوش؟ يبقى خلاص امري لله بقى، هدفع المبلغ وربنا يعوض عليا، المهم ابننا يرجع لنا بالسلام. احنا حتى ما لحقناش نطلع شهاده ميلاد. انت ازاي توز اخوك يفضح عرضه ويخرب بيته بايديه؟ والله العظيم كانت ساعه شيطان وراحت لحالها، بعدها كلمته ونصحته. ارجع يا سعد على اللي في دماغك، دي مراتك يا سعد، ام ابنك يا سعد، ركب دماغه، اعمل ايه؟ سبته بدل ما تلحقه قبل ما يعمل عملته السودا دي. يا ماما يا ماما، هو سعد ده عيل صغير، ده راجل كبير ومسؤول عن كلامه. راجل؟ هي فين الرجوله دي؟ الرجوله يا ابني اخلاق وانسانيه وشهامه، ولا خلاص الحاجات دي انعدمت من قلوبكم؟ الله، وانا مالي يا ماما؟ اوعى يا واد تكون فاكر عشان انت طولت وشنبك خط وصوتك تخن تبقى راجل. امال انا ايه؟ انت ولا حاجه. الله يسامحك يا حاجه. ويسامحك، يسامحك على كل اللي عملته. انتوا ايه يا اخي؟ انتوا ايه؟ انا عشت عمري كله عشان اربيكوا كويس ومني نفسي انكم تبقوا كويسين ورجاله، لكن يظهر مفيش فايده، مفيش فايده. وفي ايه؟ في ايه؟ اهدي شويه كده، الزعل مش حلو علشان. يا سلام، خايف عليا قوي يا سي مختار من الزعل. انت ايه يا اخي؟ انت شطار، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. لا حول ولا قوه الا بالله، الموضوع اصلا يخص سعد من الاول، انا مالي؟ وانا كل ما اجي احل مشكله او اتدخل عشان اساعد حد اخد على دماغي. نعم، عايز ايه؟ انا جاي طالب الرحمه. دلوقتي جاي تطلب الرحمه يا سعد؟ يا ابني دي مهما كان بنتي واللي عملته فيها مش شويه. انتوا اللي ابتديتوا بالشر لما فكرتوا ان انتوا ممكن تقلبوني بكل سذاجه وغباء. عمرنا ما كنا نتصور ان ممكن تعمل فيها كده، لانكم اغبياء ما قدرتوش ذكاء اللي قدامكم. احنا اسفين كده بالبساطة دي؟ احنا مستعدين ننفذ كل اللي تطلبه، بس أرجوك تيجي معايا تخرجها من الورطة اللي انت حطيتها فيها دي. استر عليها، دي مهما كان مراتك. ما عشان مراتي بقى، أنا ممكن أخليها تقضي بقية عمرها كله في السجن، وأحرمها من ابنها أول ما يجي الدنيا. ده حرام، ده حرام والله، أنت الوحيد اللي عارف إنها مظلومة. ومعرفتي دي مش هتفيد بحاجة، اللي مظبوط في أوراق القضية يخليني أدوس على بنتك بجزمتي. أرجوك، وحياة أغلى حاجة عندك تسامحها. عمري ما هسامحها، لأنها واطية زيك وزي أمها. ربنا يسامحك. دلوقتي عرفت ربنا؟ ما عرفتوش ليه يوم ما جيت لي تطلب مني إن أطلقها بدل ما تواسيني في مهنتي وتقف جنبي وتحاول تلم الموضوع؟ غلطة، غلطة بعمري ما هكررها. مش أي حد تغلط معاه يا عم شاهين. يا سيدي، اللي ما يعرفك يجهلك. انت عايز ايه دلوقتي؟ عايزك تيجي معايا الخرج كده بالسهل. ما انا قلت لك
قلت لك اللي انت هتطلبه احنا هننفذه، بس ارجوك تيجي معايا نخرجها. تكتب لي تنازل عن الفيلا وتكتب لي شيك بكل مليم دفعته لها. حاضر، بس تيجي معايا نخرجها. لا، مش هتحرك من هنا الا لما اشوف التنازل بتاع الفيلا والشيك قدام عينيا. يا سيدي اعتبرهم وصلوا، بس تعالى معايا. في حاجه تانية. ايه تاني؟ تعمل لي تنازل عن ابنها اللي في بطنها، عشان لو حبيت ارميها في الشارع في اي وقت ما يبقى لهاش حاجه عندي. بس ده ظلم، ده حرام. يرضيك انك تحرم ام من ضناها؟ بقول لك ايه، خليها تتنازل بالذوق احسن ما افضحها واخليها تتنازل بالقانون. ولا انت فاكر انهم ممكن يسيبوا الواد يتربى مع واحده خاينه زيها؟ حاضر حاضر يا سعد. اسمي سعد بيه يا عم شاهين. حاضر يا سعد بيه، احلامك كلها اوامر، بس براحه علينا شويه. ده الضرب في الميت حرام. انتوا لسه شفتوا حاجه؟ ده انا هصفي دمكوا بس بالبطيء. يلا غور من وشي، ومش عايز اشوف وشك تاني الا ومعاك الشيك والتنازل. فاهم؟ فاهم يا سعد بيه، فاهم فاهم. استنى. خير؟ لسه في طلب اخير. ايه تالت؟ يا ريت بقى ترجع لاصلك وتقلع الباروكة دي. ايه ده؟ ايه دخلة المخبرين دي؟ ايه شقايق؟ مفيش احم ولا دستور؟ المدة قربت تنتهي يا خفير. لا، لسه فاضل بكرة بحاله. حلو انك عارف وحاسب. بس حاسب يا صاحبي، لو عدى عليك بكرة وما جبتش المطلوب مش هيطلع عليك بعد بكرة ولا هتشوفه بعينك. حكم اعدامك صادر فيه، ومحدش فينا نقط ولا استئناف. انما بقى لو رديت الفلوس او جبت البضاعه هتاخد براءه. لا 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 لا، صدقوني انا مستني لما السوق يمشي كده والحاجه تبقى حلوه وهروح مطلع البضاعه على طول. وبعدين انا بعت كام تمنايه، وادي ادي حق المعلم فيهم. ما انت عارف، ما انت عارف المعلم بتاعنا تاجر جمله ملوش في القطاعي. المعلم نخلوخ، ما يحبش ياخد فلوسه غير ركشة واحدة. ولا نسيت؟ لا لا، ما نسيتش ما نسيتش والله. بس انا قلت يعني حاجة تبلي بيه لحد ما نفذ المطلوب. تبلي مين يا جحر يا معفن؟ هو المعلم نخنوخ مستنيك تبلي ريوب. مش قصدي والله، ما قصدي. انا بس كان كل قصدي ابين سلامة نيتي. نيتك نيتك دي ما تهمناش، المهم كاش. والا لا، بلاش والا ديت، والنبي بلاش والا ديت. انا ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. ايوه، خليك عند حسن ظننا بدل ما تكون عند سوء ظنك. خلص خلص، بدل ما نخلص عليك. فاهم يا حلو؟ فاهم والله فاهم. من غير سلام. يا سماح يا بنت بقى انا رجب رجب ابو المفهوميه، تجيب رجلي حته مره مفعوصه زيك؟ طيب ان ما وريتك يا سماح الكلب ما بقاش انا رجب. انا اذنك. اتفضل يا ابني اتفضل. مفيش فايده يا غشا يا بنتي. سعد مصر انك تتنازلينه عن الفيلا وكل فلوسك في البنك علشان يخرجك من هنا. ياخد كل حاجه بس اخرج من هنا. بس كده معناه انك هترجعي للفقر من تاني. نار الفقر ولا جنه الخاين؟ ده كنوز الدنيا كلها ما تساويش ليله واحده اقضيها في الحجز مع الاشكال اللي جوه دي. انا رايي من رايك يا بنتي، كفايه انا كده. علشان كده انا حضرت لك التنازل عن الفيلا، وعديت جبت لك دفتر الشيكات علشان تكتبي له كل الفلوس اللي ليكي في البنك. خلينا نخلص منه بقى. بس احناش ضمنا انها بعد ما تمضي يرجع في كلامه وما يخرجهاش من هنا. مفيش حاجه مضمونه يا تفيده، بس احنا في ايدينا ايه؟ احنا دراعاتنا ملويه وبقنا متكمم. امضي يا بنتي امضي، ربنا ستار. منك لله يا سعد، منك لله. اتفضلي بيتك ومطرحك. بس المره دي في نظام جديد. يعني ايه نظام جديد؟ اصل انا مشيت كل الخدامين اللي هنا، ما عادش ليهم لازمه بالنسبه لي، لانك هتعيشي في البيت ده خدامه، تمسحي وتطبخي وتغسلي، ولو فتحت بقك هتتضربي بالجزمه كمان. حرام عليك يا اخي، انت ايه قلبك حجر؟ اه
الأرض الصالحة لو تراود بمية مالحة بتبور وتحجر، وأنا ياما شربت منك مرار وعلقة. للدرجة دي بتكرهني؟ على قد ما حبيتك على قد ما كرهتك، لأنك نكرة للجميل وقالة الأصل. أما أنت بتكرهني كده عايز تعيش معايا ليه؟ أولا لأنك حامل في الطفل اللي بتمناه من الدنيا، ولولا كنت طلقتك ورميتك في الشارع رميت الكلاب. ثانيا لأن لسه ما خدتش حقي منك. عايز تعمل فيا ايه تاني اكتر من اللي عملته؟ اللي عملته ده كان رد فعل طبيعي للي انت عملتيه معايا، ولا انت فاكره انك ممكن تاخديني لحم وترميني عض؟ اصحى يا ماما، انا ناب ازرق واللي يدوس لي على طرف ادوس على رقبته. يا رب خدني وريحني يا رب. لا لا، الموت ده اصله راحه مش هخليك تطوليها ابدا. كل ده عشان مش عايز اعيش معاك. ده انا اللي مش طايق ابص في وشك. لكن لا، مش انا اللي يتقال لي لا، انا بس اللي اقولها وفي الوقت اللي انا اشوفه مناسب. انت اكيد مجنون. احنا بقينا في زمن الجنون، كل الموازين اتلخبطت. وفي حد عاقل يصدق اللي انت عملتيه معايا؟ انا حبيتك وجوزتك وصنتك، كنت امينه عليك. ده بأمارة ما رفضتي تسلفيني فلوسي وأنا في محنتي. خفت لا تضيعهم زي ما ضيعت اللي عندك، لكن ما غدرتش بيك زي ما أنت عملت فيا. أنت اللي أعلنتي الحرب، وفي الحرب كل شيء مسموح. ولا تكونيش فاكراني طيب وبريالة، أنا طيب بمزاجي مع اللي يستاهل، وابن حرام مع الخسيس الوطني. عمري ما كنت أتخيل إنك تطلع كده أبدا. ولا أنا كنت أتخيل إنك تطلع كده أبدا. أنا فتحتلك دراعاتي، اديتك كل الحلو اللي جوايا، كنت بستحمل سخافاتك وقلة ذوقك وأقول معلش. عملت عشانك حاجات ما كانش ينفع أعملها، اشتريتك بالغالي وانت بعتيني بالرخيص قوي. وخلاص، ما انت خدت كل حاجة، عايز ايه تاني مني؟ عايز ابني. وانا مش عايزة ابن منك. قلتلك مش بمزاجك، وقت الاختيارات خلاص انتهى. دلوقتي مفيش قدامك غير الامر الواقع اللي انا هختاره وهفرضه عليك. هسقط نفسي ساعتها، هتهمك بقتل ابني وهخليكي تكملي بقيه عمرك في زنزانه بين اربع حيطان. يعني لو جبت لك ابنك هتطلقني؟ مش لما اخد حقي؟ هتنزل لك عنه عشان مش عايزه حاجه تفكرني بيك. وفي ام تتنازل عن ابنها بالسهوله دي؟ انت كل مدى ما بتاكدي لي ان اختياري كان غلط. صلح بقى غلطك وطلقني. قلت لك لما اخد حقي الاول. قلت لك هتنزل لك عنه، عايز ايه تاني مني؟ لا لسه في حاجه تانية. حاجه ايه؟ انا كنت اتوقع الغدر من اي حد في الدنيا الا انت، ولما حصل وغدرت بيا اتصدمت صدمه عمري. اصل لو كنت ربيت كلب كان بقى وافي ليا اكتر منك، صدمتي فيكي دي جابت لي السكر وانا لسه في عز شبابي. انا مش فاهمه تقصد ايه. من الاخر كده، انا مش هطلقك الا لو جبت لك السكر زي ما جبته لي. انت اكيد مجنون. ده عدل ربنا. هخلع نفسي منك وعلى مفخلك اركبه. ساعتها بقى هطالبك برد المهر اللي دفعته لك، المليون جنيه، وكل حاجه خدتيها مني هرجعها تاني. ما انا اديتك كل حاجه. مفيش ورقه تثبت ان اللي انا خدته منك ده مهرك. يعني كأنك دخلتي مشروع وخسرتيهم فيه. وفي كل الأحوال أنا ليا حق عندك، وهسجنك بيه لو فكرتي تخلعي نفسك. يعني مش هعرف أخلص منك أبداً؟ لا، ما أنا هسجنك. فخديها من قصرها وتسجني هنا في الفيلا أحسن ما تنامي على البرش وتتبهدلي. أنا شكلي كده وقعت في بير ملوش قرار، وعمري ما هعرف أخلص منه. وأنا أصلي يا حبيبتي مش هسيبك الا وانت على نقالة. عملنا كل المحاولات مفيش فايدة. يعني ايه؟ الباقي في حياتكم. لا انت كداب،
انا ابني عمل عمليه وخف يعني هيعيش. من فضلك يا استاذ دي اعمار ملناش فيها اختيار. يعني ما قدرتوش تعملوا له اي حاجه؟ انا هوديكوا في 60 داهيه. يا استاذ لو سمحت، ابنكوا جالنا تعبان، درجه حرارته عاليه وعنده تليف في المخ، كل التحاليل والاشعه اثبتت كده. باقي في حياتكم. لا ابني لا، خدتوا مني يا رب. كان بقى كويس، كان بقى كويس. بابا لا، ليه حطيتني في ابني ليه؟ عاقبتنيش انا ليه؟ خدتنيش انا وسبته هو ليه؟ خدتنيش انا وسبته ليه؟ اهدي يا هدى، اهدي عشان خاطري، ده مقدر ومكتوب يا حبيبتي. كان خلاص، كان خف، كان خف وبقى كويس. انا ما صدقت، ما صدقت اخده في حضني من تاني. عمر راح، راح ومش هيرجع تاني. طب ليه بس؟ حرام كده يا هدى، ده امر ربنا. بس تعالي معايا، تعالي قومي ارتاحي، تعالي يا رب ارحمني وخدني بقى، وخدني بابيه ارحمني. هدى عصابها تعبانه قوي يا ماما. مسكينه يا بنتي، الله يكون في عونها. أنا غالي قوي يا حبيبتي، ربنا يصبرها ويصبرنا كلنا. المرحوم كان غالي علي قوي. مش مصدقة، عمر راح، ده مولود على ايديا. الأعمار بيد الله يا حبيبتي، مفيش لا كبير ولا صغير على ربنا، وكلنا رايحين. وسبحان من له الدوام، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ادي نفسك بقى يا سماح، مش كده أمال يا حبيبتي؟ مش قادرة، مش قادرة يا مختار. لو هدى شافتك هتنهار أكتر ما هي منهارة. انا غالي، الله يكون في عونها، الله يكون في عونها. ده انا اللي ما شفتوش غير كام مره، قلبي انفطر عليه. امال هي تعمل ايه؟ ده قضاء الله يا حبيبتي، واحنا ناس مؤمنه ما ينفعش نعترض. اللهم الاعتراض، اللهم الاعتراض. سعد بقى انسان غريب قوي، لا بقى بيحب حد ولا بيعجبه حاجة، أنا بقيت بخاف منه. اعملي معروف يا رشا يا بنتي، استحمليه، سعدي مجنون وممكن يبهدلنا. ليه؟ هيعمل فينا تاني أكتر من اللي عمله؟ ده امبارح كلم أبوكي في التليفون وطلب منه فلوس الشيكات اللي علينا. هو أنتوا لسه لحد دلوقتي ما سددتوش الشيكات دي؟ منين يا حسن؟ ده الكوف اللي اتنيلت فتحته
نايم ما بيشتغلش الايام دي، والبلديه كل يوم والتاني تطبطنا تعمل لنا غرامات. والكوافير، الكوافير اللي فتحته بيخسر على طول بسبب الصنايعيه. ايوه بس دي مبالغ كبيره قوي. ما احنا طمعانين فيكي. فيا انا منين؟ ما انتي مراته يا حبيبتي وليكي دلال عليه وتقدري تخليه يصبر علينا شويه. ده كان زمان. سعد دلوقتي بقى واحد تاني مستعد يدوس على اي حد عشان خاطر مصلحته. طب والعمل؟ يعني ممكن يسجننا بالشيكات اللي علينا؟ حد كان قال لكم تستلفوا منه؟ الله، مش كان جوز بنتنا؟ يعني في مقام ابننا؟ بقول لكم انتوا الاثنين مفيش حل غير ان انت تبيع الكافيه وهي تبيع المحل وتسددوا لسعد الديون اللي عليكم. يبيع ايه؟ دول ايجار. بس انا كنت فاهمه ان انتوا اشتريتوهم تمليك. ده كان مجرد كلام عشان نزود السلفه. امال المبالغ اللي انتوا خدتوها انتوا الاثنين وديتوها فين؟ حطيناها وديعه في البنك وبنعيش من الريع بتاعها. يبقى فكوا الوديعه اللي في البنك وسددوا ديونكم. طب ونعيش منين؟ زي ما كنتوا عايشين يا بابا. يا بنتي هو احنا كنا عايشين يا حسره؟ ده احنا كنا مدفونين بالحياه. ما انا مش عارفه لو ما دفعتوش اللي عليكم لسعد ممكن يعمل فيكوا ايه؟ يا مصيبتي، يعني ممكن يسجننا بيهم؟ انا ما بقتش عارفه هو بيفكر ازاي. ده بقى انسان غريب عني كاني بشوفه لاول مره ولسه بتعرف عليه. لا وانتي الساده، ده ظهر على حقيقته. قال على راي المثل اتمسكن اتمسكن لحد ما اتمكن. بقول لكم انتوا الاثنين، انتوا لازم تشوفوا لي حل وتطلقوني منه. انا خلاص تعبت. يا رشا يا بنتي استحملي علشان خاطري وعلى راي المثل. اذا كان ليك حاجه عند الكلب قول له يا سيدي، مش كده يا تفيده؟ ايوه يا اخويا، امال يعني نسيبه يعضنا؟ واحنا كفانا عض؟ كفايه علينا الدنيا عماله تعض وتنهش فينا. ليه؟ هدى، احنا اتفقنا ان انت تمسكي نفسك. ليه؟ وعشان مين؟ عمر راح خلاص، راح ومش هشوفه تاني. لازم نسلم بأمر ربنا ونرضى بمشيئته. اشمعنى احنا اللي بيحصل فينا كده؟ الموت علينا حق يا حبيبي. بس ده ظلم. هدى بلاش الكلام ده، الكلام ده حرام. مش حرام اللي انا فيه؟ مش حرام؟ روحي تروح مني، ما ترجعليش تاني. عشان خاطري بلاش الكلام ده. راح فين؟ ريحته في كل مكان، حساني سامعه صوت، حاسه اني هبص جنبي الاقيه. بلاش يا هدى. اوعى سامني. فاكر الطقم ده؟ كان لابسه يوم عيد ميلاده. قلنا له كل سنة وانت طيب. وعقبال 100 سنة ما كناش عارفين انه هيروح السنة اللي بعديها. حبيبتي بلاش تعملي في نفسك كده عشان خاطري. لما كنت احب عقبه كنت بحرمه منها لاني كنت عارفه انه بيحبها قوي. يا ريتني كنت سبتها له، يا ريتني ما حرمته منها. لو كنت عارف ان ده هيحصل كنت سبته يشبع بيها. حرام عليك اللي انت بتعمليه في نفسك ده.
عايشة بيه وعشانه. لما اتولد حياتي بقى ليها قيمة ومعنى. لا حبيت الدنيا لما جالها وكرهتها قوي لما راح منها. وأنا كمان كان كل حياتي. عشان غرقت نفسي بالوحل ورضيت بحاجات لا يمكن كنت أقدر أعملها. بس يا خسارة راح، هو ده قضاء ربنا ولازم نرضى بيه. نفسي أموت واستريح. تحت الشر عليك يا حبيبتي. معقولة عايزة تسيبيني لوحدي؟ لازم أبقى مع عمر. عمر لوحده محتاجني أكتر منك. ما تقوليش كده يا هدى، اوعي تسيبيني أرجوك. أنت هنا مش لوحدك، أنت معاك ناس كتير قوي بتحبك، معاك مامتك. إنما هو لأ، هو لوحده معهوش مامته وزمانه بيعيط دلوقتي وعايزني. هدى حرام عليك اللي بتقوليه ده، عمر مات خلاص، هو دلوقتي عند ربنا اللي أرحم مني ومنك. كفاية كفاية ان انت خسرت ابنك، ما تخسريش تخسريش ربنا عشان خاطر. ده صعب قوي قوي، لازم نعديه. انا ما عنديش استعداد اسقط فيه زي ما سقطت في الامتحان اللي فات. خلاص يا هدى، مش هبقى ضعيف تاني، لازم ابقى قوي. خلاص نقطة ضعفي الوحيدة راحت عشان خاطري. تعالي خلينا مع بعض، ربنا مدينا اخر فرصة. أنا أصلاً مش طايق أشوفكم، إزاي تيجوا لغاية هنا من غير ما تستأذنوني؟ يا سلام، يعني إحنا لازم نستأذن عشان نيجي نشوف بنتنا؟ آه طبعاً، مش جايين بيتي؟ يبقى لازم تاخدوا الإذن مني. الله 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 الله، إيه ده؟ إيه النغمة الجديدة اللي إحنا بنسمعها دي؟ أنت لسه شفت حاجة؟ وهتورينا إيه تاني من مفاجآتك يعني يا سعد؟ هوريكوا اللي عمركم ما شفتوه لو فلوس اللي عندكم ما رجعتش كمان يومين. معقولة؟ معقولة يا سعد تبلغ عن حماتك وحماك اللي في مقام والدك ووالدتك؟ قطع لسانك، أنا أهلي أنضف منكم 100 مرة. مش كده يا سعد، دول برضو أهلي. أنت تخرسي خالص وحسابك معايا بعدين. ليه يا سعد؟ هنا عملت إيه؟ فتحالي البيت عربخانة وبتستقبلي من ورايا اللي يسوى واللي ما يسواش. لا ده أنت زودتها قوي بقى يا سعد. لو عندك ذرة كرامة أو نقطة دم واحدة تفضلي تطلعي بره انت والبتاع اللي وراكي ده. ايه ده البتاع بتاع؟ ايه البتاع ده؟ لا لا لا، هي حصلت؟ اه حصلت ونص كمان، عندك مانع؟ لا لا، انت كده يعني بتشتم. يا سلام، ده على اساس انك عندك كرامه قوي. سامعه؟ سامعه يا باشا؟ بيشتمني في بيتك. ما تقولش بيتها، ده مش بيتها، ده بيت انا. ومن حق استقبل في اللي يعجبني واطرد اللي ما يعجبنيش. يا سلام، ايه الجراءة دي كلها؟ بأمارة ايه يعني؟ بأمارة ان انتوا مديونين لي بفلوس، وزي ما قلت لكم من شوية الفلوس دي لو ما رجعتش كمان يومين انا هقدم الشيكات اللي معايا دي للنيابة وهم يتصرفوا معاكم. يعني رضيت يا سعد يا ابني نسجن ونبقى وصمة عار في جبين ابنك اللي لسه ما جاش؟ تقول له ايه؟ ده احنا مهما كان جدوده. لا ما تقلقش، هبقى فاهمه ان انتوا نصابين وخليه لما يكبر كده ان شاء الله يبقى يتبرى منكم. يعني مفيش فايدة؟ زمن الفايدة خلص خلاص، دلوقتي جه وقت الحساب، اتفضلوا اطلعوا بره. انت بتطردنا؟ بره! هو بيطردنا ولا ايه؟ ايوه بره، اتفضلوا. خلاص فدايما بيطردنا، يلا يلا. هتكون قرف نسب يعر. قال لي اشرف بيه، شد حيلك. ونعم بالله. اتفضل. معلش اعذرني ان انا ما جيتش يوم العزاء. للاسف كان عندي قضيه مهمه قوي في بورسعيد، وانت عارف يعني لولا شديد قوي كان لازم اكون جنبك في يوم زي ده. عارف عارف، المهم بس قول لي انت جايبني على مال وشي ليه؟ قضيه مصطفى يا سيدي. مالها؟ يعني انا قدمت مرافعتي وان شاء الله القضيه اتحجزت الحكم. وانت شايف ايه؟ والله ما خميش عليك يا اشرف بيه،
الموقف صعب قوي. انا حاولت ان انا بقدر الامكان ان انا اشكك في شهاده الشهود او اثبت وجوده في مكان تاني ساعه وقوع الجريمه، لكن اهو المهم بقى في النهايه ربنا معانا. والعمل ارجوك يا لبيب اعمل كل اللي تقدر عليه، بس احنا لازم نكسب القضيه دي. سيطر على نفسي، اعصابي بتتحرق من جوه. يعني اللي بتعمليه ده هو اللي هيرجع اللي راح؟ نفسي ارتاح. طيب يا حبيبتي بدل ما تقعدي تبربعي في الادويه دي وتتوهي نفسك، واجهيها بالحقيقه. حقيقتي حقيقتي ان ابننا مات. عمر مات يا هدى، فهمي. بس يا اشرف بس، كفايه، حرام عليك. عمر مات واحنا لسه عايشين وربنا كاتب لنا عمر. يعني عايزني اعمل ايه؟ عايزك ترجعي زي زمان وتقفي تاني على رجليك. اقف على رجليا؟ خليني مرمية كده أحسن. إن كان ربنا كتب لنا كده المرة دي ممكن يكتب لنا خير المرة الجاية. يعني إيه؟ يعني إحنا ممكن نخلف تاني، إيه المانع؟ أنت إيه يا أخي؟ أنت إيه؟ ما عندكش إحساس؟ أنا مؤمن بالله وقضاءه وقدر، لكن عاصي مش قادر أرفع عيني في وشه، حاسس إن أنا اللي قتلت ابني يوم لما وافقتك إن أمد إيدي على الفلوس الحرام. شيطاني هيالي ان انا كده بأمن له مستقبله وبنقذه، هتريني بسمه بالمال الحرام. لكن عندي امل في ربنا انه يغفر لي ويكون خد مني ابني الوحيد عشان يكفر عن ذنبي. ببساطة كده عايزنا ننسى كل اللي فات ونخلف ونربي ونكبر علشان في الآخر يضيعوا مننا ويموتوا ويأكلهم التراب. كلنا هنموت ويأكلنا التراب، إيه المانع؟ أنت ليه متشائمة كده؟ هي دي الحقيقة اللي أنت سادت ودانك ومش عايز تسمعها. كل حاجة ليها بداية ونهاية، وفي الوسط أيام كلها عذاب وألم. بس كده تبقى تاني مرة بتسيبيني في الأزمة لوحدي. أرجوك يا هدى راعيني شوية. خلاص ده دام تعباك قوي كده ريح نفسك وسيبني. للدرجة دي ما بقاش عندك عزيز؟ مش عايز اعلق نفسي بحد علشان ما يسيبنيش ويروح مني. انا ما اقدرش اسيبك، انت كل حياتي، انا عشت عمري كله احلامي ليك. عشان خاطري يا هدى حاولي، وغلاوة عمر عندك حاولي، ما تضيعيناش ارجوكي. وعدين انك هتبطلي. احلفي على المصحف ده عشان ربنا يبقى شاهد علينا، احلفي ان انت هتحاولي. انت ايه اللي جابك هنا؟ استني يا حنان، تعالي هنا. اتفضلي بيتك ومطرحك. ده لا بيتي ولا مطرحي، وانا كنت حالفه ان انتوا طول ما انتوا الاثنين فيه مش هدخلوا ابدا. بس يلا، للضروره احكام. خير يا نعمه؟ في ايه؟ ابدا، قلت اجي اقعد معاكم شويه اتفرج عليكم وانتوا متقطعين كده على ابنكم اللي مخطوف. اه يا بنت الكلب، انت كده تشمتي فينا. بس 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 يا حنان، انت عرفتي ان ابننا اتخطف؟ مش بس كده، ده انا الوحيده اللي ممكن ارجعه لك. تعرفي حاجة عن الخاطفين؟ طبعا. انت قولي، اتكلمي. مش قبل ما نتفق الاول يا حلوة. نتفق على ايه؟ ترجع لي فيلتي اللي خدتها مني بالنصب والاحتيال، بس المرة دي بعقد مظبوط مش مضروب زي اللي فات. اجري يا شاطرة، العبي بعيد، يلا اجري، احنا مش ناقصينك دلوقتي. استني يا حنان استني، خلينا نفهم. نفهم ايه؟ دي بنتها عرفت مصيبتنا وجايه تساعدنا. انتوا حرين، انا كنت جايه اعرض عليكم خدماتي،
بس الظاهر كده ان انتوا مش محتاجين. عن اذنكم. استني استني يا نعمة. انت عارفة ان اللي خاطفينه طالبين مبلغ 5 مليون جنيه. وكمان عارفة مبلغ؟ طبعا. مش انا اللي خاطفاه. انت يا نعمة تعملي فيها كده؟ مش قلتلك حقي هترجعه ولو اخر يوم في عمرك. وحياة ده لندمك يا نديم لو ما رجعتليش كل حقوق. وانا بقى هموتك. يلا يا حبيبتي احسن. خلي ابنك يحصلني. طلباتك يا نعمة. تكتبلي الفيلا باسمي بعقد موثق في الشهر العقاري، وتدي للناس بتوعي 5 مليون جنيه. ده لو عايز تستلم ابنك. ده انت طلعت شيخة منظر واحنا مش عارفين. يا اختي جوزك اللي معلمني. ده يعلم الملاك ازاي يبقى شطار. ازاي ما خدتش بالي؟ ازاي ما خدتش بالي انك ورا الحكايه من الاول؟ خصوصا انهم طلبوا 5 مليون. 5 مليون جنيه والفيلا. الفيلا يا نعمه ما كانتش من نصيبك. انت ورثك من الحاج الله يرحمه 5 مليون بس. وده ورثي منك. ده كان طعم. طعم علشان اطمعك واخليكي تديني فلوسك بمزاجك. كلته واديتهم لك بمزاجي. وجي اليوم اللي هترجعهم لي غصب عنك. لا وايه؟ وفوقيهم ورق الطلاق كمان. كمان؟ كمان. وانت يرضيك عايش مع واحد نصاب زيك؟ امال اللي انت بتعمليه ده تسميه حقي وبرجعه. ما هو اللي يتاخد منك بالقوه مش هيرجع غير في الشده. واذا كان ابنك مش غالي عليك يبقى ما تستاهلوش. واشبع بالفلوس.